السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مزاد جديد موديل 85 ميركوري جراند ماركيز، بطاقة جمركية، مكيف شغال، مكينة 8 سلندر 5.0 5.0، سيارة جميلة من برا الاكستيرير والانتيرير، الخارجية والداخلية، سيارة جميلة. راح نوريكم سيارة بالكامل وكذلك بالجهاز. مزاد لمدة 4 أيام في مزادات صفقة. الرجاء الاطلاع على الفيديو بالكامل في حال رغبت بالمزايدة، أو كذلك تابع الفيديو للاستمتاع. أوريكم الداخلية، جميع الأنوار تشتغل، مقاعد كهرب زي ما تلاحظون من هنا شغال المكانين ما شاء الله تبارك الله. عندكم بالجهاز يطلع لنا صبغ الوكالة، هذا اشترطون مجدد، لا يوجد مشاكل في السقف زي ما انتم شايفين. وريهم بالجهاز من المقدمة، مقدمة 85 80 اوكي، هذا يعطيكم السماكة الصبغ كرينج ما بين 80 70 100 120 130. طبعا الارقام المرتفعة معناته في رش، يعني فوق خلنا نقول 170 180 200، معناته في رش، يعطيكم 300 ولا 400، هذا معناته في معجون بالجهاز هذا. طيب 140 جميل، 110 كرومات صدام لا يوجد مشاكل، 110 80 حلو. نوريهم الشنطة، بسم الله هذا المفتاح ما شاء الله تبارك الله، غرفة نوم هنا ما شاء الله تبارك الله. خلنا نوريكم أول شيء، تشيك على جلد الشنطة، طبعا عادة تكون مستهلكة مقطعة، بس هذه لا جميلة لا يوجد مشاكل، نتعرف لا ما حصلت هذه تروح تدور، لا يوجد مشاكل بالكامل. جميع الاستيكرات موجودة، طبعا لما نذكر استيكرات موجودة معناته السيارة محافظ عليها، يعني ما راحت صبغ، راحت ورشة، راحت سمكرة، راحت شيء ما شاء الله تبارك الله. جلد الأبواب تلاحظون لا يوجد مشاكل، أقرب لكم جلد البادي، طبعا هذه البادي هذه تبع الأبواب، أو تجي هذه اللي في البادي. عندكم لا يوجد مشاكل هنا، إكسسوارات، طفاية، عندكم هذا الداخلية الداخلية بالكامل لا يوجد مشاكل في السقف زي ما واضح لكم، ما في شق أو تقطيع. الكرومات اللي على الأبواب، في بعض الملاحظات البسيطة هنا شايفين كيف، بس تقفيل الباب لا يوجد مشاكل. وارد كندا، شفتم تلاحظون هنا. طيب مقاعد كهرب تقدم ترجع، شوف الفرش ما شاء الله تبارك الله لا يوجد مشاكل زي ما انتم شايفين. دعسات كذلك مش مستهلكة. شغل لكم السيارة الحين، ما شاء الله هذا الكاسيت مكيف، مكيف بارد
عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، مكيف بارد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. هنا الطبلون لا يوجد مشاكل. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال، هذه أوراق، قال رسول الدفاتر الله تجي مع السيارة. عينان لا تمسهما النار. شوية شباب، عين باتت تحرس في سبيل، الزاز شغال أوكي، وعين بكت من خشية. الزاز هنا، القزاز اللي هنا شغال. عن العباس بن عبد المطلب، أيوة في قزاز، قال لنا صاحب السيارة إنه لازم تدعمه شوية بيدك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجي هنا، هذا ما ينزل، عينان لا تمس، بس منك يطلع، عين من هنا في لوح الليل من خشية الله. وهذا اللي يبغى يحتاج له دعم، القزازين الخلفية يحتاج لك تساعده. عن أبي هريرة بيدك صح، لازم تساعد بيدك. حلو، عن النبي طيب. صلى الله عليه وسلم. طيب، وسلم. طيب نوريكم الماكينة. ثمانية سلندر، 5.0، كيف شغال، اللون جميل تبع المركري، القمر المركيز جميل جدا. يجيك نص تندة جلد. سوق السيارة يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله. السيارة بطاقة جمركية، المزاد أو السوم، خلنا نوضح لكم السوم، لمدة 4 أيام. في حال نهاية اليوم الرابع من المزاد نتواصل مع صاحب السيارة، السعر اللي يوصل ينباع فيه أو لا بعد ما نتواصل مع صاحب السيارة. هذا يسمى مزاد مشروط، غير عن المزاد المفتوح اللي هو لا أعلى سعر. راح تنزل عندنا، وسبق نزلت عندنا سيارات لا أعلى سعر. على سبيل المثال كادلك هذا انباع عندنا قبل يومين، صاحبه كان حاده بسعر وباع بأقل من الحد. كذلك المرسيدس 2007 باع بأقل من الحد. جميع الأنوار والصبات شغالة، الأمامية والخلفية. الله أكبر، أذن. راح ننزل لكم مزاد، وأي استفسار يا أخوان حياكم. مساء الخير متابعينا. طبعا الان عندنا فورد جراند ماركيز موديل 1985، راح نوريكم السيارة من الاسفل بالكامل، نذكر لكم جميع الملاحظات الموجودة. طبعا زي ما تشوفوا قدامكم هذا الصدام الامامي، الصدام نظيف لا يوجد به اي مشاكل او صدمات. نوريكم هذا الشاصيه الامامي سليم ايضا، لا يوجد لحامات او صدى. هذا الجنب الثاني هنا، الشاصية الأمامي سليم. راح نوريكم الجزء السفلي الأمامي للمكينة، هذا كرتير المكينة من الأسفل، يوجد ملاحظة يحتاج تغيير إلى صوفة مكينة خلفية زي ما تشوفوا، تهريب الزيت هذا. يوجد أيضا ملاحظة في ليات علبة الدركسون تحتاج صيانة. العضلات الأمامية سليمة من مساعدات ومقصات وجلد. هذا الجنب الآخر أيضا سليم، لا يوجد أي ملاحظات. هذا كرتير الجيربوكس أيضا سليم، لا يوجد تهريبات أو ترشيحات. هذا أرضية السيارة من الأسفل سليمة أيضا، لا يوجد صدى أو تآكل في أرضية السيارة. هذا الجنب الآخر، راح نوريكم الجزء الخلفي من السيارة، هذا الدفرنس الخلفي أيضا لا يوجد به أي ملاحظات. العضلات الخلفية سليمة. هذا الجنب الآخر أيضا سليم. راح نوريكم الجزء الخلفي من السيارة، هذا الشاصيه من الخلف سليم أيضا، لا يوجد لحامات أو أي مشاكل. هذا الجهة الأخرى هنا أيضا سليم، الشاصيه لا يوجد به أي ملاحظات. هذا الصدام الخلفي للسيارة نظيف أيضا، لا يوجد به صدى أو صدمات. طبعا هذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من الأسفل.